السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اضيف كونكشن للبلامنج للالكتريكال للاتشفاك. الموضوع بسيط، يعني لو انت جيت في الفاملي وقلت له كرييت هتلاقي الادوات اهيت. الفكرة كلها ان بعض الفاملي بتبقى نازلة كشكل حلو ومكنش حاطط الكونكشن، فبدل ما ارميها لا انا ممكن انا اضيف الكونكشن. على سبيل المثال ده مثلا الدرينش، تمام؟ طيب هقول له هنا انا لقيت الوصلة ديت، فهقول له هنا انا عايز اضيف بايب كونكتور، وهنشوف نبقى نعملها ازاي. فيسز، يبقى انا هحدد الفيس اللي انا عايزها. حددت انا الجزء اللي تحت دوت، وبعد كده هعمل سيلكت للكونكشن وابدا اشوف بقى الاعدادات. الراديوس انت عايزه كام؟ لما تكتبه رقم، لما تربطه ببرامتر وتبقى متغير معاك. طيب اهو تقدر تختار اي برامتر من دول. طيب ممكن نبقى نعمل برامتر. طيب ممكن اقول له مثلا ان دوت هيبقى مثلا 4 بوصة مثلا او 2 بوصة زي ما انت عايز، تمام؟ حسب الكود اللي انت شغال عليه. انا مثلا هقول له ان ده حوض مثلا خليه 75، تمام؟ طب لو انا عايز برامتر هدوس هنا واقول له نيو واختار اعمل برامتر جديد، واقول لكم مثلا اسميه درين، تمام؟ واختار نوعه مثلا تايب واقول له اوكي. اوكي، هو كده مرتبط بالبرامتر دوت. طيب الفلو انت عايزه يتعمل كالكوليت ولا بريسيت ولا سيستم؟ طيب الدايركشن ده ان ولا اوت؟ لا ده اوت. طيب السيستم كلاسيفيكيشن ده هيبقى درينج. تيجي تدور كده على سينيتري اهوت. طيب الفلو هيبقى قد ايه؟ تبدا تكتب الفلو اللي انت عايزه وتبدا تحملها في المشروع، هيتحمل معاك عادي بدون اي مشاكل خالص. طيب لو انا عايز بقى اضيف حاجه تانيه هنا، هاجي هنا من كرييت واقول له انا عايز اضيف اكستروشن. طيب لو انا جيت ارسم هنا هيرسمها لي في الارضيه، انا عايز اقول له شو او هيرسمها في الارضيه، فاقول له ست واقول له بيك ابلان وحدد البلان بتاعه. ده مثلا هنعمل مثلا الكولد ووتر والهوت ووتر، فهقول له ده عباره عن سيركل اهيت، واقول له مثلا ان القطر بتاعها 25، واقول له واخد دي كده كوبي من هنا لهنا، تمام؟ فبعد كده هقول له اوكي وابدا اشوف اقدر اصغرها بالشكل دوت، تمام؟ واحده كولد وواحده هوت. طبعا الكولد هي اللي على اليمين، ربنا جعلنا من اهل اليمين. هقول له دي بايب هوت ودي هوت، تمام؟ طيب ممكن اعمل عليهم سيلكت هما الاثنين وابدا احط الحاجات المشتركه بينهم. تقدر تعمل لهم برامتر خاص بيهم، كالكوليت اللوس ميثود ده هنا، نعمل سيلكت على دوت واقول له ان دوت ده الريدس نص القطر. الريدس نص القطر ده 25، تمام؟ طيب نيجي هنا اقول له دوت كولد ووتر دومستيك هوت ووتر، وده دومستيك كولد ووتر. وبعد كده تقدر تشتغل بيها عادي. طيب ديت المفروض اجي هنا بقى في البرامتر دوت اللي هو الدرينج. فين الدرينج اهوت؟ نبدا نرسم على، نخليها 40 مثلا بالشكل دوت. طيب هبدا بقى احمله في مشروع وليكن مثلا اركتكتشر اهوت. بيقول لي عايز سايف الشغل دوت على الفاميلي دي، اقول له لا مش دلوقتي. طيب لو انا جيت بقى هنا مثلا في اي فلور مثلا هنا وقلت له من سيستمز بلامنج فيكتشر، تقدر تختار الفاميلي دي وتبدا تحطها هي. خلي بالك اهي التوصيلات اشتغلت معاك، اول ما تعمل سيلكت هتلاقي التوصيلات اشتغلت معاك، تقدر تسحب زي ما انت عايز، ترسم زي ما انت عايز.